طيب اهلا بيكم مرة معاكم مستر بيت، واهلا بيكم في اهلا بيكم في لعبة جديدة على القناة وهي سلايم رانشر. اللعبة جميلة، اللعبة صراحة جميلة. هل انا لعبتها قبل كده؟ لا. عرفت ازاي انها جميلة؟ شفت يعني كم اعلان عنها على اليوتيوب ولقيت اللعبة فعلا ايه الحلاوة دي، يعني اللعبة جميلة فعلا. فاللي هو ايه، قلت ما ينفعش نعدي من غير ما نشوف رأيكم على القناة بالنسبة للعبة دي. وطبعا اللعبة جديدة على القناة، انا اول مرة العبها، عشان ما حدش يكون مثلا خبير في اللعبة دي ويجي يكتب لي كومنتات انا اول مرة العبها، يعني على مهلك عليا. فتعالوا نبدأ مع بعض، نقول نيو جيم، نخليها مثلا بيت يوتيوب ادفنتشر. ادفنتشر يعني ايه؟ live the life of slime rancher and explore the wonders of far range at your own rush casual A relaxed take on adventure moon without any threats or tar slams. لا، هنفضل في الايه، في الادفنشر، ونختار بقى ايه ايقونه للسيف بتاعنا. فانا عاوز لو في عندك قطه، ايوه القطه اهي، بس تمام قوي كده. ايه كونفيرم. اول مره العب اللعبه، اول مره. هي يعني انتوا مش عارفين ايه هي اللعبه، هي عباره عن انت بيبقى عندك مزرعه، في انواع كتير قوي من السلايمز دي، بتجيبهم جوه المزرعه، بتوكلهم، بتاخد الكاكا بتاعهم، الكاكا يعني، وبعد كده بتبيعها. انا عارف اللي مش عارف الكاكا اللي هي البوب، يعني البوب هنا بنسميه اللي هو البلورت. فاللي هو بناخد البلورت بتاعتهم ونروح نبيعها وكذلك. تعال نقرا 1000 year light from earth a planet known the far far range. اوكي نمشي. اوكي بالماوس والدبليو اس دي. اوكي شيفت وننط بسبيس. جميل قوي. ايه ده؟ كليك يمين. تعالى 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 تعالى، ايوه كده نايس. حلو، يبقى كليك يمين اشفطهم. حلو، وكليك شمال ايه، احطهم هنا كده. ايه اوكي كده اهو. وي دلوقتي دول اللي هم في المزرعه، اول ما اوكلهم او ما اديهم الوكل يعني اللي هم ياكلوه، هيدوني الايه الكاكا بتاعهم عشان نبيعهم. نعمل ايه تاني؟ انا مش عارف نعمل ايه تاني. انت مش تقول لي اوف لاين. طب نعمل ايه تاني؟ انا مش عارف. ده الماركت، يعني اللي هو السلايم هنا انواع. فالبينك بيديني 9، اللي هو الفوسفور اللي هو فيه فوسفور ده بيديني 22، الروك بيديني 17، وشايفين علامة السهم الأحمر ده معنى كده إن الأسعار في النازل، لما تلاقي سهمين أخضر لفوق معنى كده الأسعار في الطالع زي البورصة. جولد بلورت ب 200. أوكي نايس. طيب لو تشوف تحت كده عندي على اليمين عندي إيه؟ عندي الهيلث وعندي الإنرجي بتاعتي. أوكي انت بتعمل ايه هنا يا شقي؟ تعالى تعالى كده مع اخواتك. حلو، تعال بقى نشوف لهم اكل. ايه رايكم تعال بقى نشوف لهم ايه اكل يعرفوا ايه عشان يدونا الكاكا بتاعهم. بس قبل كده تعال بس نعمل هنا اوكي، اللي هو اللي عندي ستار ميل. ويلكم تو ذا فار فار رينج ذا 7ZE كوربوريشن مسز ليبو ماشي would like to welcome you to the new far far range. Welcome and extend our support in your bold new venture as a slime rancher. Support extended. We would also like to request that you exercise caution in the first few days on your range. Okay. Until you get more familiar with the surrounding, traveling at night is not advisable. يعني ما ينفعش تمشي في الايه بالليل. Leslie should do. Okay. Return to the ranch. طب ايه كنت بقول لكم، تعالوا نروح نشوف لهم اكل. تعالوا نمشي من هنا. احنا دخلنا منطقه اسمها الدراي ريف. سلايمز هنا تاني. ده الاكل ده صح؟ ايوه ده الاكل صح؟ ايه جزر؟ نايس. Tasty food acquired. فهمت،
يبقى هنا كل سلايم ليه نوع معين من الاكل هو بيحبه. اوكي اوكي، يعني هنا في انواع كتير من الاكل، كل سلايم كل نوع من السلايمز ليه نوع معين من الاكل بيحبه قوي، وباقي انواع يعني، لكن في انواع ما بتاكلش حاجه معينه، يعني مثلا البنك ده بياكل كل حاجه. فتعال بقى ايه، نروح ونحط ال ال البنك دول هنا كده. عندي كام؟ 2 4 كده 9. طب ايه نوكلكو، يلا. اوه بياكلوا 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 بياكلوا. ايوه كله 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 كل، خد اكل زياده اهو. اوه واحده هربت بره، واحده هربت بره، تعالي. اوكي ده الـ ده الـ بقى الايه البلارت ده اللي هنبيعه. اوكي اوكي اوكي. اوه شفطت الناس بالغلط، سوري سوري. خدوا الاكل معاكو. اوكي تعال بقى نبيعه، اظن ان هنا كده. ايوه اوكي نايس. اورايت اورايت ماشي، ده بتسعة فاحنا ايه بعنا شويه حلوين. اوكي ذاتس اباوت كفر ذا بيزكس. اوكي تعال بقى، بما احنا كده ايه في في الوايلد، تعال بقى نشوف ايه. اوه فراخ، يبقى في اكيد بقى سلايمز هنا زي القطط. اه لو افتكر زي القطط بتاكل ايه، بتاكل فراخ. وبرده البامبي ده يعني بنتوا ايش لو شايفينه كده على ايه، على يمين من فوق، بينك سلايم دايت ايتس ايفريثينج، فده بياكل اي حاجه. اوكي اوه او 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 ده سلايم، ده سلايم، ده جولدن سلايم، جولدن سلايم. اوه جبته جبته جبته. اوه ماي جاد جولد سلايم. اوه خدنا منه جولد بلورت. اوه اوه انت بقيت اي باد باد قطه باد كيتي. شفتوا خدنا منه الجولد جولد بلورت. اوه نايس نايس. اول ماي لارجو. بص بقى عشان نفهم بقى، هنا في السلايمز الانواع كتيره، انت ممكن تخلط نوعين على بعض. يعني لو مثلا ايه زي ما انتوا شفتوا القطه الكبيره دي كانت عباره عن قطه صغيره وكلت البلورت اللي هو الايه البامبي ده، فتحولت لايه يعني الاثنين اندمجوا على بعض معنا صح. اوكي اوكي فهمت الحوار. تعالوا بقى ايه اللي هو ايه، عندي جولد بلورت تعال نبيعه عشان ناخد منه ايه جولد ونعرف نعمل مثلا ابجريد للايه للرانش هنا. تعالوا هنا كده هنا كده. ايوه نايس قد كده. ده برضو انا مش عاوزه، في حاجه هربت بره. تعالي لسه حد ما اتعود بس كده اهو. حلو قوي. هو انت هربت بره، انت هربت بره، تعالى تعالى. اوه بياكله جميل قوي. طب انا دلوقتي معايا 600 جولد، لو عملنا كده يبقى عندي الهاي وولز اللي هما اللي تبقى الحيطان عاليه عشان ما يهربوش، ميوزك بوكس عشان لو ما يتنرفزوش، وايرننت زي الشبكه من فوق عشان ما ينطوش بره، بلورت كوليكتور جميل، واوتو فيدر. انا اول حاجه محتاج اعملها محتاج الهاي وولز دي اول حاجه. البلورت كوليكتور ده ب 500، ده ب 400. اوكي انت حط هنا، هات البلورت ده. حلو قوي كده. اوكي اوكي اوكي. انت بتعمل ايه هنا، بتعمل ايه هنا؟ تعالى هنا. اوه هن هن وروستر صح. كل الفرخه دي، كل الديك ده. اوه فرخه تاني، كل فراخ. اوه ده اللار. اوه شايفين ده، ده روك سلايم. اوكي ده ميتال. اوكي اوكي شايفين هما لما ده ايه يندمج مع ده يديك اللي هو ايه اللارجو ده. اوكي واللارجو ده ايوه بيعورني، ايوه كما توقعت، كما توقعت ان هو بيعورني. وده الرادار صح. اوكي اوكي ده بقى كشف لي الماب دي كلها، جميل قوي. ايه النقط الخضراء دي؟ في حاجات كتير انا مش عارفها. اوكي ده طار، ده الطار، ده ضربة وحش قوي. اجري 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 من هنا، اجري من هنا، اجري من هنا. يا بس نروح دلوقتي هحط الروك سلايم ده مع الباقيين واخليهم يندمجوا مع بعض. او هات هات البلورت ده، هات البلورت ده قبل ما الطار يجي هنا. هات البلورت ده، يلا بقى نروح قبل ما ايه، قبل ما الطار يوصل لنا هنا. دلوقتي انا حطيت اللي هو الروك ده معانا، شايفين لما ايه هيشوف البلورت ده
اوكي اتحول كده، اتحول لما يديله اكل، يديله اكل كل هيديني بلورت تاني. بلورت ده هيديك نوعين من البلورت، اللي هو النوع اللي هو الازرق والايه والبامبي. اوكي فعشان كده ايه او 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 باد باد باد. هدا كده هدا كده اهو شايفين. بص هيديكوا ايه، هيديكوا النوعين البلورت اللي هو بقى ايه نتيجه الاندماج بتاع الاثنين. اوكي وده لما ياكل البلورت ده ده يتحول وكذلك. خدوا بقى شويه اكل تاني، هات البلورت ده، تعال نبيع البلورت ده كله. ماني 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 ماني. اوكي دلوقتي معايا فروت كتيره، بس تعال ننام لحد الصبح. تعالوا كده اظن عندي ستار مير. رايز اند شاين من كاسي. هاي بي، وات از لايك تو سليب فور ا هول يير؟ ديد يو دريم؟ اي كانت ايماجين واتس لايك. 7Z puts you in a pod and then the lights out for the all time. Wow. What's the far range like? Have you started exploring? Is the air as clear as they say? I bet it's very beautiful. I'm probably asking too many questions. I bet you have a lot of work to do in that ranch. I still can't believe it's yours now. I guess I better leave you to it and just keep it short. Good luck, bae. Anyone, if anyone can make it, it's you. Oh, thank you. أنا مش عارف مين اللي عمل اللي بعت لي المسجات اللطيفة اللذيذة دي، بس أنا مرتبطة الصراحة. إيه سليب لحد نام. إيه سليب until morning. وقد أشرق الصباح علينا. حد ياكل البلوتة ده يا جماعة؟ أيوة يا جدعان. أيوة يا جدعان. أوه جود بوي. جود بوي. هدا كده هدا كده هدا كده. جميل قوي. هات البلورت ده. اوعى مش انت. ايوه عشان عاوز اعمل بلوت كوليكتور هنا. بس اما بتقول خد اكل، خدوا اكل، واضح انكم جعانين، خدوا. اوكي اوكي بس تعال بس نبيع ده الاول. تعال نبيع ده كده اهو. اورايت طب نرجع تاني هنا نعمل لهم ابجريد تاني. بلوت كولكتور بيرشيس. اوكي دلوقتي ده اللي هيجمع لي الايه البلورت اوتوماتيك. يعني اعمل كده هتلاقي كل البلورت اتجمعت هنا، فاقدر انا ايه اسحبهم من هنا وابيعهم. اوكي نايس. واضح انكم جعانين تاني. خدوا اكل خدوا اكل خدوا اكل. كلوا ايه كلوا واشبعوا. ايوه شايفين البلورت ده كله، البلورت ده كله. ايه تعالى نعمل كده. اوكي نايس. اسحب ده واسحب ده. طب نبيع دول. اي في جزر هنا. نبيع ده. اوكي نايس. طيب اوكي اظن الحلقه الاولى اظن هتكون قصيره، فعاوز برضو اسمع رايكم. انا كده كده هلعبها، فبرضو يا ريت اسمع رايكم. يا ريت انتوا ايه رايكم في اللعبه؟ عجبتكم ما عجبتكمش؟ اللعبه كبيره جدا زي ما انتوا عارفين. انت زي بتربي حيوانات، والحيوانات دي بتجيب لك عائد، بتستخدم العائد ده في انك ايه تعمل مزارع جديده. يعني لو عملنا كده ممكن تعمل اللي هو مزرعه احنا كنا بنعمله دلوقتي، او تعمل جاردن، او تعمل كوب للفراخ، او تعمل سايلو تخزن فيها الحاجات، او حتى في الايه في البوند والايه والانسنتيتور. فدي حاجات كتير قوي ممكن تعملها في اللعبه دي. اللعبه دي كبيرة جدا واللعبة فعلا حلوة. هتلاقوها موجودة على ايبك لانشر، مش غالية. هتلاقوها موجودة على ايبك لانشر لو حد حابب يجربها يعني. فبكده اتمنى تكون اول حلقة من سلايم رانشر عجبتكم، واشوفكم مرة جاية. يلا سلام، يلا سي يا ليتر دودز.